إنجاز سعودي جديد ومشرف، حيث استطاع عبد الله بن عبد العزيز الغامدي الحصول على أفضل باحث وأفضل مشروع على مستوى العالم، وذلك من بين 1700 طالب في آيسف الذي أقيم في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. يتحدث مشروع الطالب الغامدي في هذا العام عن إنتاج مواد معدنية عضوية تستخدم لتطبيقات مختلفة، وهو يستخدمها للمرة الأولى في تطبيقين مختلفين وهما إنتاج هيدروجين وتخزينه بطريقة منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة. حققت السعودية العديد من الجوائز خلال مشاركتها في معرض آيسف 2022 خلال الفترة من 7 إلى 13 من مايو في مجالات مختلفة، منها مجال الطاقة والكيمياء وعلم المواد ومجال الأنظمة المنهجية. على كل المزيد ينضم إلينا من الرياض الطالب عبد الله الغامدي الفائز في مسابقة آيسف للعلوم والهندسة. عبد الله أهلا بك، سعدنا بوجودك معنا وألف ألف مبروك على هذا الإنجاز الكبير. يا أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح نور السرور. لي والله حضوري معكم اليوم وشكرا جزيلا على دعوتكم. هلا منورنا. طيب، من موهبة ثالث ابتدائي إلى أفضل باحث في العالم وأفضل مشروع بحثي على مستوى العالم، حدثنا أولا عن هذا الإنجاز الكبير وكيف كان شعورك بالفوز بهذه الجائزة العالمية. طيب، بدأت مسيرتي مع موهبة، مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة بالإبداع من الصف الثالث ابتدائي، واستمرت 9 سنين إلى اليوم في الصف الثالث ثانوي. انضممت خلالها 27 برنامج مختلف نظمت موهبة، وتوجت المشاركات هذه بحصول المملكة على أعلى إنجاز لها في تاريخها في أكبر معرض علمي دولي في العالم آيسف 2022، وحصولي على 4 جوائز، جائزتين كبرى وجائزتين خاصة، منها جائزة العالم الشاب اللي تفوز فيها المملكة العربية السعودية لأول مرة، وتفوز بها كأول دولة في الشرق الأوسط على تاريخ المسابقة اللي تجاوز 70 سنة. يعني عبد الله هنيئا لكم هذا الفوز وهذا النجاح المستحق. عبد الله، كمان انا لفتني، يعني انت عم تقول من صف ثالث ابتدائي وهلا بالثانوي، انت عمرك 17 سنه، يعني اليوم شاب صغير وقدرت تحقق كل هذه الانجازات. شو بنقدر نحكي خلال هذه المسيره لحد ما وصلت للانجاز اللي حققته وهذا الفخر لكل سعودي وايضا لكل عربي؟ اليوم عبد الله شو بتقول، في تحديات، في عوائق كانت واجهتك في هاي الفتره وكيف واجهتها؟ والله أكيد كان في عوائق كثير، كان في تحديات كثير، لكن الأهم أننا وصلنا، والأهم أن الطريق موجود، لكن ينتظر المحاولة وينتظر العديد من الأشخاص اللي يحاولون حتى يوصلون للهدف هذا. المملكة لها 15 سنة تشارك في المعرض العلمي الدولي للعلوم والهندسة آيسف، وبعد 15 سنة حصلت أخيرا على أعلى إنجاز لها في تاريخ 22 جائزة على مستوى العالم، تجاوزت جميع دول أوروبا بالإنجاز هذا، تجاوزت الهند، تجاوزت الصين، تجاوزت أستراليا، تجاوزت جميع دول جنوب أمريكا، تجاوزت كندا وأغلب دول العالم بهذا الإنجاز. فهي مسألة محاولة، مسألة صبر، ومسألة بال طويل لين ما نوصل. طب حاول يا عبد الله يعني تبسط لنا فكرة المشروع، يعني إنتاج مواد أطر معدنية عضوية تستخدم للمرة الأولى بطريقتين، لو تبسطها. طيب، هذه نموذج ثلاثي الأبعاد للمواد، هي أطر معدنية عضوية، هي أطر بشكل أساسي مركبات شبكية تتكون من أجزاء معدنية مثل ما تشوفون هنا باللون الرمادي، يربط بينها قطع عضوية وتكون لي بالنهاية أطر إطار معدني عضوي. استخدمته أنا الأول مرة لتخزين الهيدروجين وإنتاج بلوك داتو. تخزين الهيدروجين يكون عن طريق الالتصاق الفيزيائي على الأسطح المادة هذه، وإنتاجه يكون عن طريق فصل الماء عن طريق الكهرباء في جل الهيدروجين كإنرجي كارير، كطريقة تخزين للطاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة. طب عبد الله، كم سنة أو كم فترة استغرقت لتنفذ هذا المشروع؟ بدأت أعمل على المشروع هذا تحديداً في شهر سبتمبر 2021، وإلى الآن مستمر بالعمل فيه، لسه ما خلصنا، والطموح السنة إن شاء الله. أتمنى لك كل التوفيق. ألفتني أنه في الصف الثالث ابتدائي دخلت اختبار لقياس الموهبة وحصلت وقتها على درجة عالية جداً، حدثنا عن هذه التجربة. في الصف الثالث ابتدائي اختبرت
اخبار مقياس موهبه اللي تنظم مؤسسه الملك عبد العزيز ورجال الموهبه الابداع بالتعاون مع قياس. وحصلت ذاك الوقت على درجه 800 من 880 واللي كانت اعلى 1% على مستوى المملكه. فرشحت من بعدها للانضمام لمدارس الحصان الاهليه بالدمام اللي مستمر فيها من ذاك اليوم الى اليوم. حصلت على شراكه كامله من مؤسسه موهبه وانضممت لعدد البرامج الصيفيه برعايه موهبه. وشاركت في عدد من المسابقات على مستوى المملكه برضو برعايه موهبه بسبب الاختبار لاختبار الثالث ابتدائي، ثم جددت اختبرت اختبار مره ثانيه ثالث او سادس ابتدائي وثالث متوسط، والى الان مستمر تحت رعايه موهبه اللي استمرت لسنين طويله ولا زالت موهبه تعطينا خلالها عطاء لا ينتهي. الله يعطيك العافيه. وعبد الله، يعني لاحظنا في احتفاء واحتفال واستقبال لكم في السعوديه اليوم، هيك حدثنا عن لحظات وصولك إلى المملكة بعد هذا الفوز المستحق، شو ردت فعل أهلك؟ شو ردت الناس حولك؟ ماذا قالوا لك؟ كان استقبال عظيم جداً 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 في مطار الملك خالد في مدينة الرياض في منطقة الرياض في المملكة. سعدنا والله بلقاء العديد، المئات إن لم يكن الآلاف من المحبين والإعلاميين ومن مكاتب الوزراء ومكاتب الوزارات ومن غيرها. سعدنا بلقائهم جميعا وسعدنا بحفاوتهم واستقبالهم لنا في مطار الملك خالد. ومثل هذه الاستقبالات مثل هذا الدعم يشجعنا للاستمرار بالعمل دون كلل ولا ملل. وباذن الله تكون هذه البدايه فقط والقادم افضل ان شاء الله. الف الف مبروك مره جديده عبد الله الغامدي الفائز في مسابقه ايسا في العلوم والهندسه، شكرا جزيلا لك.